وانت كما كتعرفوا لي زافونتاج اللي استخدم في السوق الاوروبي هما بزاف، وما كاينين حتى شي بلاصه تقريبا في العالم، كاين غير في الدول المتقدمه اللي هما كتبقى اوروبا وامريكا تقريبا، هو ان اي برودوي تقدر تجيبه في اوروبا تقدر تخدم عليه، بشرط انه يكون برودوي يعني خدام في اي كوميرس، فقط كدير التارغيتينغ ديالو وكتبقى الاودينس ديالو، يعني ما بين البايس الوحيدين في العالم اللي ديتينين التارغيتين كيتلاقى مع الاودينس، يعني اي برودوي سواء برودوي ديال الفيشين برودوي ديال التكنولوجي اي برودوي كتبقى ليه الناس ديالو، وهذه صراحه من بين الحوايج اللي كتخلي المارشي ديال الاوروب فافوريزي عند بزاف الناس. تو هذه هي الفرصه ديالك الا بغيتي تبدا التجاره الالكترونيه في اوروبا بطريقه اللي صحيحه وهيلثي، وعندك جميع لي غارونتي باش انك تنجح فيها، عندك سوسيتي دي فريزون اللي راك تلقى فيها مشكل حنايا جبناها ليك اللي هما هي حنايا النيت، عندك فورشين سنتر اللي غتلقى فيه المشكل حلينا المشكل، عندك مشكل في السبلاين السلعه اللي بروبي ما كتلقاهمش الى اخره، حتى هذا المشكل حتى هو حلينا، يعني كاش اون ديليفري يورو غتحل لك جميع المشاكل ديالك في السوق الاوروبي، غادي خصك فقط جاست تيك اكشن. اوكي سو تيك اكشن ناو ويلكم تو كاش اون ديليفري يوروب. كما كتعرفوا الاخوان السوق الاوروبي مليء بالفرص مليء بالفرص، وعندك واحد الدايفرسيتي ديال الاودينس اللي هي كبيره كبيره بزاف، يعني اي برودوي تقدر تلقى ليه الاودينس ديالو هنايا في اوروب، يعني اي برودوي يعني ليترلي اي برودوي، سواء عندك برودوي ديال الهايكينغ سواء عندك برودوي ديال التكنولوجي سواء عندك برودوي خاص باي حاجه، يعني غادي تلقى ليها الناس ديالها في اوروبا، وهذا هو المارشي اللي فريمون تيخليه فريمون مارشي زوين. السلام عليكم ومرحبا بك حيت التحقتي بينا في كاش اون ديليفري يوروب، اللي هو التجمع الوحيد واول تجمع كاين خاص بالمغاربه والناس اللي خدامين كاش اون ديليفري في اوروبا. دونك في هذه الكره ان شاء الله الى التحقتي بينا غادي يكون عندك الحق انك تستفيد من بزاف ديال الحوايج، ما بين هاد الحوايج اللي مهمه بزاف هو انك غادي يكون عندك حق انك تلتحق بينا في ماستر مايند جروب اللي كنديروه كل 3 شهور في مدينه في اوروبا، هذه من حاجه. ثاني حاجه كيمكن لك انك تستافد من السيرفيس ديالنا ديال الفولفيلمنت وديال الديليفري اللي كاين في سبين. دونك كيما قلت لك غيكون عندك الحق انك تستافد من بزاف ديال المزايا، اهم هاد المزايا هما الفيلمنت سنتر ديالنا اللي كاين في فلورو بيان سور نقدرو نمشيو وير هاوس اي برودوي ديالنا سون بروبليم، يعني وفين ما كنتي تقدر تيقونيها، يعني فين ما كنتي نقدرو ندوزو الستوك ديالك، وفين ما كنا ولا فين ما كنتي تقدر تسيفط لينا الستوك ديالك، يعني هاد الحاجة كتحل لك اوتوماتيكمون اون فوا كتسيفط لينا في كارسون ديليفري يورو which is the course. فوالا ثاني حاجه اللي هي مهمه بزاف هو انك كتقدر تتعامل مع لي فورنيسور اللي كنتعاملوا معاهم في اوروب اللي هما فريمون فريمون انتاب و اكسكلوزيف، يعني حتى واحد ما كيخدم معاهم تقريبا في اوروبا الا حنايا، يعني غيكون عندك الحق انك تتعامل معاهم. وثالث حاجه اللي هي مهمه بزاف هي latest tactics ديال الماركتينغ اللي تقدر تخدم فيهم في European markets. اوكي كما كتعرفوا الاخوان السوق الاوروبي مليء بالفرص مليء بالفرص، وعندك واحد الدايفرسيتي ديال الاودينس اللي هي كبيره كبيره بزاف، يعني اي برودوي تقدر تلقى ليه الاودينس ديالو هنايا في اوروب، يعني اي برودوي يعني literally اي برودوي، سواء عندك برودوي ديال الهايكينغ سواء عندك برودوي ديال التكنولوجي سواء عندك برودوي خاص باي حاجه، يعني غادي تلقى ليها الناس ديالها في اوروبا، وهذا هو المارشي اللي فريمون تيخليه فريمون مارشي زوين، هو ان عندك اي حاجه تقدر تارغيتي بها في اوروبا اي برودوي تمشي عكس اسواق اخرى. المهم الاخوان كما كتعرفوا لي زافونتاج اللي تخدم في السوق الاوروبي هما بزاف، وما كاينين حتى شي بلاصه تقريبا في العالم، كاين غير في الدول المتقدمه اللي هما كتبقى اوروبا وامريكا تقريبا، هو ان اي برودوي تقدر تجيبه في اوروب تقدر تخدم عليه، بشرط انه يكون برودوي يعني خدام في اي كوميرس، فقط كدير التارغيتينغ ديالو وكتبقى الاودينس ديالو، يعني
ما بين الفايس الوحيدين في العالم اللي ديتينين التارغيتين كيتلاقى مع الاودينس. يعني اي برودوي سواء برودوي ديال الفيشين برودوي ديال التكنولوجي اي برودوي كتبقى ليه الناس ديالو. وهذه صراحه من بين الحوايج اللي كتخلي المارشي ديال الاوروب فافوريزي عند بزاف الناس. ثاني حاجه هو عندك اعلى او في العالم، يعني تقدر تبيع برودوي 100 اورو 200 اورو 300 اورو بسهوله هنا في السوق الاوروبي حيتاش القدره الشرائيه طالعه. هذه ثاني حاجه كتخليك انك تدخل في المارشي الاوروبي. ثالث حاجه هو الديليفري ريت فريمون طالع بزاف، يعني اذا كان برودوي مزيان راه الديليفري ريت ديالو كيقدر يكون 98 96 ما بين 96 و98%، يعني كنظن انه اعلى ديليفري ريت كاين في العالم. دونك الا كنتي يعني عايش في اوروبا وباغي تبدا التجاره الالكترونيه، والا كنتي فريمون وصلتي لسيغتان نيفو في المغرب في الاي كوميرس وبغيتي تسكيلي المارشي ديال اوروبا، ننصحك فريمون بالكاش اون ديليفري في اوروبا. يعني مساحه كبيره، مساحه بلاتفورمات لتحت غادي تلقى الليان، غادي تلقى الطريقه ديال الكلاس وكل شيء مساحه كبيره. اللي كيخلينا متميزين ماشي هو غير الفورماسيون فقط، ولكن حنا اورغانيزاسيون كامله. يعني الشركه ديالنا في اوروبا كدير التخزين والتوزيع وكدير غير حنا فورماسيون وحتى لي ماستر مايند جروب. يعني حنا هما الوحيدين في اوروبا اللي غنقدروا زعما نفولفيليو ليك هاد النيت هادو، هو اننا غنعطيوك دي فورماسيون بلس سويفي ديال لا فورماسيون اي اوسي نتلاقاو في لي ماستر مايند كل 3 شهور. بيان سور هادي جميع لي باك، سواء باك بازيك سواء باك ادفانسد سواء باك منترشيب. الفرق اللي كاين ما بين الباك بازيك والادفانسد والمنترشيب هو ان الباك ادفانسد كيكون فيه سويفي في التليفون، يعني اي مشكل كتعيط لينا كنحلوه معاك في التليفون. اما المنترشيب خلاص كيكون فيه سويفي انتونسيف، يعني كنديرو كل سيمانه كنديرو سويفي كنناقشوا فيه المشاكل اللي كنتي فيها نتصور. تو هذه هي الفرصه ديالك الا بغيتي تبدا التجاره الالكترونيه في اوروبا بطريقه اللي صحيحه وهيلثي وعندك جميع لي غارونتي باش انك تنجح فيها. عندك سوسيتي دي فريزون اللي كنتي غتلقى فيها مشكل حنايا جبناها ليك اللي هما هي حنايا النيت. عندك فوشين سنتر اللي غتلقى فيه مشكل حلينا المشكل. عندك مشكل في السبلاين السلعه لي بروبي ما كتلقاهمش الى اخره، حتى هذا المشكل هو حلينا. يعني كاش اون ديليفري يورو غتحل لك جميع المشاكل ديالك في السوق الاوروبي. غادي خصك جاست تيك اكشن. اوكي سو تيك اكشن ناو ويلكم تو كاش اون ديليفري يورو. سو اف يو ريلي وان سكيل اند ميك جود بروفيت اند بيج بروفيت تيك اكشن ناو اند جوين كاش اون ديليفري يورو. ونتلاقاو ان شاء الله في وسط الكور، لحقاش داكشي اللي كاين في وسط الكور واعر بزاف وما كاين حتى شي بلاصه اخرى. سو جود لاك هيرو اند سي يو انسايد ذا كورس. تشاو.